إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم، امتثلوا لأوامره وانتهوا عن نواهيه، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، دين النهي أمد النبي محمد إسلامك إلهي سبحانه وتعالى وحي إنه قلنا عمائي إنه نوصد دراي رسولك رسوش ودن بي وأسيد ولد آدم الماء آدم ودن هرموت كودة يكوناك تصالة وقوة إلهي وحي إنه قصر دي بي كتابه سودة شيء كتابك ودن بي والمعجزة العظمى معجزة وين والقرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى وحو كدقي دينتنا دين دمايستران وملك ميدا قفك بلي آدم كان لشي سنة دوية آخرة واي بايله سي وحكم كا يوحكوها بون اي ضيع ديئان وشرين إلهي وحو دي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبي محمد وما لنتو مع عرفتها جنب هذا سكسو دكت ربي وحري ما أنت عن دين دما يستري دين تيني نعمة ذي ذي ما ندش إن كتام يا له ونعمة الإسلام. إسلام كان رالي دين كان نقضي إن الدين هبدقني يا هب نولات أتكدي قتان. أيها المسلمون عباد الله، إسلام كوا عقيدة هي عمل، عقيدة قلبي قلبه قنتو لقى آمنه، إيمانيات باطنة الرمال الرمائيه وقرصون وقفك قلبي قيساي تاين لقى هلو. إسلام كوا عمل يا هبدقا، ما إسلام كوا عقيدة قرى. ولهذا با علماء الإسلام وحي الشيقان إيمانك إنه يهي قول وعمل واعتقاد وحافك الله قيدا هذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إيه عقيدة قلبك لك آمينه وإن الرمي وحكستو إلهي الرمي انتين سينفرين إيه عمل وإن للي ما دوحوا إلهي الضومها فري وردن وحودي دي وردن إلهي الدراد دي لغته. إسلامكو ودينان كهر إيمانا هين عقلك عافماتك قبا. فالإسلام لا يأتي بما يستحيل في جميع العقول. إسلامكو مشرعي يا من الشيخ وعقلك بني آدم كودمي مستحيل يا وحندعي كرين وكدقين وقد يأتي بما يحير العقول وحندعي كرتين الشيخ وحقل يدا قار كود كوريرية ما دام ويهي وحي يا كلام رب العالمين. إسلام كوا دين الفطرة ومدوا فقسا أبورك إنسانك يا وحي إلهي سبحانه وتعالى وكبيري
إسلامك ودين الجميع ودين إلهي وغترق لي ذاتك أردن جنسياتك كالدوان يا قومياتك كالفق يرير يواوين لبي يرددك نوعية بشر كأردن ودين إلهي وغترق لي إن يكون أولادان وهدوية إنت أي تشوغان أي نرال في عن كون أولادان آخرا نقول يا الليبان أي كقاران ودين نظامنا إسا حرير كودح يا أدوان كأي ربك إلهي وحاو كآمين أيوه يا وحا إلهي سبحانه وتعالى وكنزه أيوه وكوف أيوه وحا إلهي سبحانه وتعالى أدوان كوكولا رغم أيوه وكوصا ورورا أيوه في توحيده وطاعته إلهي إنو كليييو أمر كيسانا إنو قاطو أدون دابنا إلهي سبحانه وتعالى إنو نغضو سلام كوا الدين نظامنا إسا قفك بني آدم كاي معاملة أولا ليهي يهب دقن كو كل دقم أيو خلايق ذا نعيو ذا كالدوان بني آدم كنعيو ذا كالدوان سدو لدقم أيا قال ذا نعيو ذا كالدوان سدو قفي عن عدالة يا أخلاق ذا يدقن كونك سنو كل هاي لولا رقم يا يسلام كعدي سدولا رقم يا ضد كمسلمين تا كون سدولا رقم يا كير سدولا رقم يا لبك سدولا رقم يا ددك سدولا رقم يا سدولا معاملون يا وحوجي بسنا يا موجي يبين يا سدابو جور سنا يا موجو جورين يا وإسلام إسلام كوا الدين قفك بني آدم كأنه لشيء صدر النظام وحانا وجهد توب توصل وددكو هدي اي مران ومسلمين دبا اي نقدان الدنيا ده انت تشوغا نولل وناكسن يكون ولان ايا اخرانا اي قوليسن ايا وخساره اي كبد باديا قال الله سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سلامك إلى أي تمامية ووضد هذه توصنيد بلار نيد يقفك مرة ميل سحق قرسي ليسي راعة وحلال وحا خلاف سموحو يهي يمقعو ستو يعد سميسي يعد لتبباء هالراعين هنا أقبل نبول إلهي سبحانه وتعالى ويوضد الصحة دابا تكلم يسار وضد راعة دان وحانا هين وضد إلهي ويدين جاحي إلهي وحوين وشاقي كتابك قرآنك ومسترك يا إيش كوبات الدين تسلمك عقائد كذا أحكام كذا يا أخلاقيات كذا ويكسر ما حان إنه ضدك تصين وناكسته أرينك استوى الله صاقه يا شيك استوى الله ما قعده حكم كي أوفعنا يقفك بني آدم كأوضنتها أو إلى لين الدين تيسا نفتيسا عقل جيسا عرض جيسا يا شرف تيسا أيوة المامية إلهي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وبهذا استحق الإسلام أن يسميه الله نعمة تاسو إسلام كم تيستي إنه إلهي كم قعاوى النعمة وكفى به نعمة قفك إلهي وصيانا نعمة كما غريمة جلتو قفك إسلام لماذا حقيقية وقفك قول إيسان يا الدنيا آخرة خسارها الدنيا يكا آخرة نرشحون الدنيا تآخرة لبادابا إساقا أيوم باكبت بادية إساقا نور قلبي يا نور وچي يا نور نولالات ورور لآن والبهار لآن نول المعاني يا فرحت إساقا ياكو نولانا يا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله واحد مقشان إن يروا كم إذا صفات كي يتلمامها الدين الإسلام أي لا يضحي محين قلق قدبون دين تصفات كا قيمها هي قدر كاله ونعمة أوين إلى سبحانه وتعالى قف قصي ما ينقف في الانتهاي إنا ينقف في سنؤون
وإن رأنا مسلمين بان نهي ميين نقف فلان تهي إسلام كوحي هودين نيدو نست النفدين نوافق إنا نفلنا وحي كلنا إنا نخلافنا وإن كتقنا ما ينقف فلان تهي واختيادة قار كود إيا ميلها قار كود إنا نقونا مستسلمين لله كو إلهي سبحانه وتعالى وهو قانسا واختيادة ربضا يا ملك لا اين نقول نقوى لله سبحانه وتعالى وهو قانسرين وخلاف سن دينتا الهي وغو تلقلي ان اين رشود كسليان حبدقا كودنا اي وافتيان جوابت واحد تهي مايا انه ما في الله ويا الهي با سبحانه وتعالى ان امري ان اين دينتا اسلام كودا قادنو واين انك كلتقين السلام إلى الله الله يذكر المؤمنين توحيدي تلمام يانا وحوفر يا إنه يهي من مقتضيات الإيمان وحيابها إيمانك واجبين أيه إذاك إيمانك شجعنا يا أي تهي إنه كقاضه أو ككلفه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لا يحرم المؤمنين تاي إسلامك وذقلا المراد بالسلم والإسلام ودينت إسلامك واسد إنو شاقني عقائد أعمال يا أقوال كو قرن إلهي كتاب كيسة كنا حسن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إسلامك وحوكا كوبي هاي أوامر إيا النواهي واحد دومها الله فري يقول لي السمية وحلود دي يقول لي كده إرادة وكفو قادة السلام كين لو ذقلا وإن أحكامتي سوردن لغو عمل فلا وقفه النقض مسلم في مسجده وفي بيته وفي طريقه وسوقه وفي تجارته والنكاح وفي حكمه بين الناس مساجد كينو كن نقض مسلم من الله وقانسا وصيد الإسلام كو فري ونغماي قريقي سينو كن نقض مسلم أي مستسلم لله من الله وقانسا وحكمت الإسلام كو فري ودقادنا وحكم دان ضيعاي شارع عمر كمارا ينو نقض مسلم بأقواله وأفعاله وأخلاقه وحكوها اللي يوحو سمين أيوه يقابك ورقم آيه إنه نقدم إذ إلهي وهو قانسا قنع سيقيس مركو حيبين إيه مركو إبسان إيه قور كيسا مركو قورسان إيه مركو وحقورين آيه إنه نقدم مستسلم لله إذ إلهي وهو قانسا وإلهي أحكام تيسي فلين إيه هدو ضدك الحكومة آيه مدحوين هدو إياه أما منصب كوص إيه قرصورة هدو إياه سلطان يا عاقل هروت يا هدوية هاي شركة مد معمولة هدوية هاي أما إسكول قري يا ضدك كنول مد إلى هاي مسؤول قد جه هدوية هاي إنه نقض قف كمسلم كاي في جميع خطواته منقاد ومستسلم لله مد إلى هاي سبحانه وتعالى وهو جانسا وإلى هاي سبحانه وتعالى أمر ذي سفولنا هاي يطيعه في أوامره وينتهي عن نواهيه إلهي كو أدعي وحو فري إنو فليو إساقو كلا دور دورانا هين وحو إلهي ودي دي ودن إنو كتغو إساقو الله سوى كلا هنا هين سي إلهي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيارة مردو إلهي وحكومه دور شمالهين وحو إلهي كو أتبيينات كلا دور دورته حق لغو مسين وحو إلهي كو أدي دي انت دونت اناد كتكتو انت دونت اناد سميسو حق ملي انت عبد لله الدون الهي باطه سلام كانت شيغان سمعني سياي الهي نادوه قانسنتو وربي سبحانه وتعالى احكامتي ساد وذقادتو وانت كالتقين الهي سبحانه وتعالى مركو انا امري احكامت الدينت اسلامك يا وحي الشكتو لنين وذقادنو ادخلوا في السلم كافة معنى يدوات جميعا اي خذوا جميع احكام الاسلام
سلام كأحكامتي سورة ودقات سوري ابن كثير رحمه الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان مركز طوات كلا حتى تدخل أفتحكم كم إذا أحكامتي سلامك شدكي ودي قوينكي ودد الصحدة كلا حين يباد مرت واحد رات كيسة قرتي يرمدي سنة دا تشيبتي شيطانك شيطاننا الماء آدم هلك وقوية ريا وهلك إلهي سقا وكحكمي بسبب كفره ومعصيته قال لماذا هي معصيته يا مردي دد إلهي سبحانه وتعالى وكسميه سببتين إلهي وحي نوت المامي شيطان إنان ومضنين قف عقل إله ولي بإسلام نمشي قنا يا إنو كضيدو ووعده قاق حقيقي قاق كشقين إياها قردام ذا لمن تالا وحي إلهي كبو عر الله وكبو نعدل لها إنارات كقل إلهي قالت دقالما يفلنت وحي ونكسنا إلهي وكو أمري شرف الدنيا يمد آخره لبان الدنيا يمد آخره لبدا بات كقاني إلهي أيها المسلمون عباد الله وحي هو تبت إسلام كوردان قف كينو قوة دقمه لأنه هو الدين من عند الله والدين إلهي حق سكتمي العليم الخبير والحكيم العليم الله أدوماها حقوق الكواء وحو البوغ وح قرصاني وح مغضوة الله حكيمك في الذي صدمي أي كل سيئين حكمة هي علمي الله الرحيمك أدومي سوناقي وح دمت الله تعال وح أن دمت وحين الدبية في الدنيا والآخرة وغيرية سلام كاين لو وضقاتو أن لقاك لتقين وحي واجبتي لأنه وح لقاك قبا مالح قضب كستوات سوق عدا واحد صورنا ساملا كنا ونكسن واحد كستو وديدينا حمانتي سوي موقت يعلم حمديس إلهي بري ومن أحسن من الله حكما لقوم يقينون يا إلهي كحكم ونكسن عيد إلهي كحكم ونكسن ما تشرتو لكن تايا قرانا يا دادك إنديه قلبي وعيوبت قبال النور كي قلبي ووجهه كواركا يوناك حقا يقرح ديس كالسوء عينا حقا يباطلك وناك حقا يحمان تباطلكنا كالقرانا أيها المسلمون عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحده لعي قوم كتاب كي لو سودة شيئي انتي هودو دي الدونيست نفتو دو وافق سنيدنا كقاطي انتي كلا ليس كقاطي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إلى يوحد كتاب كبربربط رومين السار برنوات ككفريسا قوة سيدة السمائنة يا أبا المرنتو الوحكة لماها وأدو يدين كد اللوبان آخرنا عذاب كودرنا وآذك إني لكل مان وايو وهي عزتي شرفتها يكون قاري لهاين وكتاب كاين ودا الروميان ودا قاطان ايا لا واي واي سمي واين وهي اخره الى النعيم كيس يكون الى العذاب كيس لا كبد بادي لهاين ودينت نسيت اين وقاطان او دقمان ايا لا واي ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك كحكم روحي الى كو سودجينا محمد وارمه ودودن كما مولو كماره اسكيل علينا تهود ودرعدين سيدا يقوى الدونية اسلام لماذا هي شرع الى احكام تيس خلاف صن كدك تونو اني كافتنا ياني كالي حيان دينتي الى وكوس ودتيي قضبك مدى ايها المسلمون عباد الله قفك يا واقع المسلمين الاولين مسلمين تيوري هي واقع ودا نرشود السيدا يا يواقع المسلمين الحاليين مسلمين تمانتا تشوكتن ولا شو سيطاي فرق وين باو صبحاي ونحر كيس وياهي إن الإسلام كوضا قاتين أمر كيلاهي فليين دخلوا في السلم كافة مسلمين تيهوري تاسينا يكون نقدين أمد ومداها أولا ما يكدن بيان أود عزي شرف قامين يحكم لقا قدن بيان وما ذا هؤلاء منا يكبقان
وإلهي عزيه وشرفه وسرسيه مسلمين تمامتنا انت كما قاني وإن أنا إسلام كسيدوها هو ذا قادر تاسينا وحمورا قلي كراما حياة المسلمين بي كم وقتها حتى يقع اسقي قيبين ايه وحليه كاسوا وداد وقربوا ليه كان وداد ما هو قرم عليه ما لبش ريعاه وسوكل الدقي ميارو نبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي بدو دب الله هذا كان هو شيخه هيسا ما دقيستو كان هنا شيخ ما هو هيسو دقيستا كان هو علماء حارنتو اسكيل عليا كان علماء ما هو حارنتو اسكبح بحصدائية مصق ماسقة تاني هو هنا ودادو متدينادو حجاب حرنتاي تاني هنا وداد ما هو ملخمد دي مضحكو دوبتا أي إسلام هذا ادخلوا في السلم كافة يبقى الواقع نوع عاسياس قربنك بس هاتش تكون شوقات صفك وروكت كذا مركو كب حيد دكان كيسا وطيقان قشك أي خيانة دواء عادي هدو الدولة دا كم من نغضا منسب لو ديبو حاران تواهب يهدوي انت وكان قران كرايو كقران ايا مسلم في المسجد وغير مسلم في متجره وفي مكتبه بس هاتش تكي مسلم وكي إسلام كي موافقه دكان كيس يا حفيز كيس انا مسلم كما مركه وهلا ايو سيده اسلام كوله الله الله اللي مايو سيده اسغا اي لا نوقتي نفتي سو اي دونتا يو هليا بين بو شيغيا وعيتميا ددكو اسكو ديريا فتنو كعينيا حبدقن كيس وحفر بدن با اسلام كي خلاف سن تعرف من وتنكر وحنا واد غرانيسا وا سيده اسلام كو شيغاي وحبذا نوات سلوغيسا وسيد السلام كل شيء وح خلاصا والله لا نكون مسلمين حقيقيين حتى نعمل بقول الله تعالى ادخلوا في السلم كافة مسلمين دابا ما نغنكرنا إلا أنه كعمل فالله قولك إلهينا فريواء إنه إسلام كوضق الله وبر مسلم أين نقول عقيدة إن المسلمين كن نقولنا أقواش إن مسلمين أين كن نقولنا وحين أورانا إنه فعاشه ان ياه ورقن كان اوردن مسلمين اي نكون باش ربي نو وين خلطم اينا مركا اينو خلطان اصل وينو هرتا اسلام كو دقه وينو اصل اينو هاد حد اينو خلطنو شيطان ان سن بالرحيانه الهي باب التوبه اينو فري توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ايها المسلمون عباد الله اسلام كلام ريموت با صلوا ارنكا كوبات وتوحيد الله واله الا كليهو سيدا ما يستر الله رمائيو حقوق دي سيا خسائستي سلوك قاريهلو وإلهي التوحيد لوقوه قاسم إياه الدعيتان إلهي لا دعيو وقفكو سيدا بأرمي سيو ودرين سيه مروالبا الدون إلهي نيو إلهي مرنبان كمار مكرين واجبنا يكتهاي إلهي سبحانه وتعالى من ردي سيلو قاتو تانا يكترتو مثل حدي سادويو يوناقي سآخرابا أرنكا كالي ووحي إلهي اللقوع عابده النبي محمد عليه الصلاة والسلام لك قد ديده إلهي اللقوع الدعاية حال الصمين يا الله الأيمان أيام حاسل لك التقية وحي انت أسير راعة قفكو إسلام كيسو ومدقمو إنو أقوم إياشو وقفكو وحانو قرن هاي المفولين كارو وحانو أوقين إنو ممنوع كي هاينا كتقي مايو إلهي بينو كبرينا سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير وأن يبعدنا من كل شر وفتنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم على الحق وجنبهم الفتن يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك اللهم يا أرحم الراحمين علم جاهلهم واهد ضالهم واجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم انصر مظلومهم يا ارحم الراحمين واهدي ضالهم ومنحرفهم اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.